تحرير جريدة لابريس كما كان يقول له سي جمال سيبي في الأوف، قالوا تربينا عليها معناتها الجريدة هذه. صحيح النور. صباح الخير سي وسيم ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. هو صحيح وانه جريده لابريس وسنيب لابريس عندها علاقه كبيره بالشعب التونسي، ودايور احنا خرجنا في الانيفرسير اللي فات ان سلوغون لابريس لو جورنال كي نو روسومبل اي لو كوتيديان كي نو روسومبل. هذا هو هذا ذكر وقت حكينا عليه دايور في الروفي دو بريس. بالطبيعه دار كبيره، وعلاش نحكي على دار؟ خاطر فما جريده الصحافه زاده، دونك احنا بون في اكسبريسو ديما سي ان تيت تيت معناتها، ولكن باش تمثل الدار كلها معناتها اليوم. اي انا مدير تحرير نتاع جرايد سوس دي ريداكسيون فوالا، وسنيب لابريس هي دار سامحني دي بوبليكاسيون دي بوبليكاسيون. ودار لابريس معناها عندها منشورات اللي هي لابريس والصحافه اليوم، اللي ديجا الصحافه اليوم الجريده قديمه فوق عمرها 30 سنه. دونك هل المؤسسات المؤسسه هي كلها انا عجبتني سامحني باش نقص عليك الصوره البارح اللي اخترتوها العيون بون الصوره بتاع اليوم كان ادم دونك كاميرا تصور معناتها عليا بروبابلمون، دونك تشوفوا هذيا نتاع ليكيب باش نحكيو معناتها الكلهم في الوقفه نتاعهم. والصوره نتاع البارح الرئيس بورقيبه دونك يقرا في جريده لابريس، وبجنبها صوره للرئيس الحالي قيس سعيد اللي وقتها صوره برشا يعرفوها في السياره معاه طفله شابه معناتها طفله من حي هلال. سامحني من حي هلال في زياره حي هلال، وبيناتهم على كودوار معناتها فما جريده لابريس معناتها عرفتوا تختاروا. يعني حبيت نسالك كمان شنو كانت الرساله من خلال الصورتين اللي اخترتوهم هذوما البارح؟ الرساله هو انه تعرفوا انه بورقيبه حب في فتره من الفترات تعرضت لابريس الازمه اللي معروفه باسم لافير سماجا اللي الفونداتور نتاع لابريس اللي تورط في قضيه نتاع تهريب عمله، وتمت مصادره املاكه، وكانت وقت من المفروض كان قرار سياسي متجه نحو ايقاف الجريده هذه معناها، وانها تندثر لانها تمثل اخر عفوا اخر جرد الجرائد الفرنسويه في تونس من عهد الاستعمار. يعني قبلها اندثرت جريده لا ديباش وجريده لو ماتان وجريده الاخرى، بقات كان لابريس هي الوحيده اللي كانت قادره على الصمود. وكان قرار وانه السياسي ماشي في غلق المؤسسه هذه وأن تقف على النشاط نتاعها، لكن بورقيبه وقتها شد صحيح قال لهم لا انا لابريس نحب نردها لو موند، جريده لو موند نتاع تونس. وتمت التونسه نتاعها وقت مصادرتها، وتمت التونسه نتاعها، وتخلقت على اثر ذلك شركه جديده للطباعة والنشر سنيب لابريس، وتواصلت معناها من وقتها وهي ولات منشاه عموميه. الرساله شنو هي الرساله؟ الرساله معناها هو انه جريده لابريس عندها علاقه قوية مع رؤساء الدولة التونسية المتعاقبين سي لو جورنال دي بريزيدون. معناها صحيح هي جريدة مش معناها جريدة قديمة، لكن جريدة أيضا عندها مهمة كمرفق مرفق إعلامي عمومي مكتوب، وأنه يوثق للنشاط الحكومي، عنده دور توثيقي أيضا ودور مؤسساتي إعلام مؤسساتي. دونك هذا الجريدة هذه مش ممكن وأنه يكون رئيس الجمهورية التونسية ما يطلعش في ريفيو دو بريس يوميا على مع الجرائد الأخرى طبعا كما جريدة الصباح ولا جريدة لوطون ولا، أما جريدة لابريس هي الجريدة الأولى اللي تحط على طاولة كل الرؤساء المتعاقبين على تونس. واضح برشا فريمون كنت تصور بعجالة مستمعين معناتها يتفاعلوا معنا اليوم الصباح، برشا تضامن معناتها معاكم. نحطوا الامور في طاره للي ما تبعش، شنو هي المطالب؟ طالبين زياده؟ شنو هي المطالب؟ هو خلينا نحطوا الكونتكست نتاع الاطار نتاع الوضعيه اللي تعيش فيها المؤسسه اليوم. بالطبيعه شنو المطالب؟ انا دوري باش نسال خاطر برشا عباد يقول لك ديما هذم اكيد يحبوا زياده ولا يحبوا. لا مش نحبوا زياده، لا بالعكس. المؤسسه تعيش من عام 2011 في ازمه كبيره. يعني في 2011 في 2012 اول ازمه تم الغاء كل الاشتراكات العموميه
في حكومة حمادي جبالي تم إلغاء الاشتراكات العمومية لجرية لابلاس الكل. كانت ضربة قوية لأنه كانت الاشتراكات العمومية من وزارات ومنشآت عمومية تمثل تقريبا 25,000 اشتراك بالنسبة لجرية لابلاس. يعني وبدأت المشاكل تتفاقم من وقتها. مع حدة الأزمة جات في مع ارتفاع أسعار الورق وأزمة الصحافة المكتوبة اللي تعيشها مقارنة معناها بالمونتين تاع الديجيتال وكملت عليها البانديمي تاع الكوفيد. يعني التوقف تام للبيوعات وللإعلانات والنشر. يعني بدات تتخبط في مشاكل مادية لكن عندها ديون. شكون هم الديون الدائنين الكبار اللي يحبوا فلوس من لابريس؟ هما لامبو والسيناسيس. يعني دولة في الدولة. واليوم أصبحت المداخيل متاع لابريس كلها تصير عليها عقل في القبضات. الفيت لامبو شهر الفيت لامبو شهر الفيت السيناسيس. يعني المداخيل متاعنا كلها نقول لك 95% من المداخيل تمشي للدولة في شكل يعني عقل لفائدة الدولة. اي انت لهنا في الوضعية هذه اشتعمل كمنشأة عمومية ترجع للدولة تقول انا راني في وضعية صعبة ونطالب بمنحة موازنة. لانه لابريس خلافا للتلفزة والاذاعة وكال تونس افريقيا الانبياء ما عندهاش ميزانية تعيش من مواردها الذاتية. يعني عندها نشاط ربحي. اذا كان انت توقف المداخيل الكل تعمل عليها عقل بطبيعة الحال وأن المؤسسة باش تطالب تدخل الدولة في منحة موازنة باش تنجم تعيش. مع العلم أن المؤسسة كي كانت رابحة كانت تمول في ميزانية الدولة. لكن اليوم كي عشنا نعيش وإحنا في وضع صعيب لابد وأن الدولة تقوم بدورها تجاه المؤسسة هذه أو على الأقل توضح الرؤية متاعها. إيش تحب تعمل بها؟ تحب تبيعها؟ تحب تسكرها؟ ولا تحب تصلحها؟ ثلاثة حاجات. تاخذ خيار منهم وتكون واضح وجريء. واحنا اللي طالبين به المؤسسه ما نحب اصلاح المؤسسات العموميه. هاي عندك مؤسسه عموميه ولادها طالبين الاصلاح من الداخل. ايجا صلح طالبين الاصلاح. اعمل بلان سوسيال. اعمل استثمارات. لابريس عندها املاك عندها عقارات. طالبين بالفالوريزاسيون تاعهم والاستثمار فيهم. هذم كل يلزم قرارات واضحه من سلطه الاشراف حتى تضمن ديمومه المؤسسه هذه. اليوم شنو هو اللي صار؟ اللي صار هو انه ثم تلكؤ من وزاره الماليه في صرف اجور العاملين. لليوم اليوم 9 في الشهر ما خذوش الاجور نتاعهم. باهي. لكن ومع هذا مع هذا نيه صرف الاجور باش تكون اجور صافيه. شنو معناها صافيه؟ يعني خاليه من المنح. لحد الان واحد يقول اوكي انتم عايشين في ازمه تنجموا تستغنوا على المنح نتاعكم يخليوكس هذايا طالبين به. لا المنح هذه اللي يحبوا ينحيوها هي باش تكون عباره على اعدام الجرائد نتاع المؤسسه والقضاء عليها نهائيا. لانه شنو يحبوا ينحيوا؟ يحبوا ينحيوا بريم دو نوي ومنحه الاحداث. يعني احنا جرائد تطبع في الليل. كيفاش تجي انت اللي يخدموا في المطبعه واللي يخدموا في التحرير في الليل وتقول لهم اجوا اخدموا بلاش؟ مش قلت انا اوكي نجي نخدم في النهار اش مجيبني نخدم في الليل. يخدموا 7 سور 7. يقول لك يا خويا ما عادش نخدم انا لحدات ولا لي جور فيريي نقعد نرتاح في داري. دونك هذا شنو معناها الميساج؟ شنو الرساله؟ الرساله تحب توقف الجرايد؟ تحب ما عادش يدوروا في الليل؟ ما عادش يتبعوا؟ انا ماشيين ونحسوا انه المؤسسه ما عادش مؤسسه اعلاميه بل اصبحت اداره اخرى مثل الادارات التونسيه. يعني طبقوا علينا في قوانين نتاع رقابه نتاع رقابه اداريه ما تتمشاش وخصوصيات العمل نتاعنا. احنا ننشطوا في مجال تنافسي. انا في الليل النجم نبعث صحافي باش يمشي يغطي مانيش عارف معناها حريقه صارت ولا اكسيدون كبير صار ولا هجمه ارهابيه. معناها تقول له انت ما يخدمش في الليل. معناها ما نجمش نكونوا احنا طريقة التصرف في المنشآت الإعلام العمومي هي نفس الطريقة نتاع التصرف والقوانين
نتاع الإدارة التونسية ما يقابلش بعضه ومش ممكن. وأنه في 2023 أقدم جريدة في تونس اللي عندها أن بوتنسيال دو ديفلوبمون كبير وعندها فرصة وأنها تستعيد موقعها في السوق ومازالت هي رائدة في السوق بالنسبة على الأقل للصحافة الفرنكوفونية في تونس، وأنه تنجم تطور منتوجاتها وتنجم تستثمر وتنجم تقدم اونوفر ايديتوريال احسن من اللي تقدم فيه توا، وتنجم تكون عندها بلو فاليو وتكون عندها مهمه المرفق العلوم العمومي في الاعلام المكتوب. هذا هو المطلوب. معناها احنا شنو معناها طالبين الوقفات الاحتجاجيه مش فقط على هالمنح، على لا فيزيون الرؤيه السياسيه للمنشاه هذه شنو نحبوا نعملوا بها. لانه جريده لابريس راهي ماهيش مجرد منشاه عموميه أو مؤسسة عادية، هي أن نعتبرها مؤسسة وطنية لأنه فيها ذاكرة تونس من عهد البيات، وفيها لحد الآن تلقى فيها كل تولي كورون معناها بوليتيك اللي تعدوا مروا بتونس، كل الفترات اللي عاشتها تونس كسواء في الميدان الثقافي أو الاقتصادي أو السياسي أو حتى الرياضي. يعني اللي يحب يرجع كباحث في تاريخ تونس يلزموا يتعدى جريدة لابريس وينظر في الارشيف نتاعها اللي قاعدين احنا نقوموا بتوا بالرقم نتاعو بور لو فالوريزي لانه مهم برشا، وتلقى فيه معناها مخزون هام تاريخي يهم البلاد التونسيه. هذاك علاش نحبوا نحافظوا على المؤسسه هذه لا فقط كمنشاه عموميه نزيدوها للمنشات العموميه، لكن لان عندها دور تقوم به وعندها علاقه بالقراء التونسيين وعندها علاقة متينة بالشعب التونسي، لأنه جريدة لابريس اللي ملقاش فيها اللي ينجم يكون عنده لقى فيها خدمة، ينجم يكون تعرف من خلالها بكتاباته، ينجم يكون عنده فيها نشر فيها إعلان وفاة لحد عزيز عليه أو تهنئة لحد معناها يعزه، أو قام ببحوث نشرتهم له جريدة لابريس، أو حتى لي بيلون تاع لي زونتربريز وليزيتا فينونسي تاع المدة هذه راه عمرها 87 سنة لابريس. معناها عندها مخزون هام اللي ممكن يخلق العلاقة هذه المتينة بينه وبين القراء. واضح. كما قلت فما المستمعين اللي متفاعلين معنا ومتضامنين من مشكلكم توما، خلينا نخرج كان تسمح شكرا مسير اللي ذكر مستمعينا المدير التحرير لي بوبليكاسيون معناتها لابريس والصحافه، واليوم عندكم فوالا الموقع الانترنت الى اخره. القطاع توا ككل شوفوا معناتها اليوم فما زميله قبيليك قالت وسيم ربيس شكري قالت اليوم تحس قطاعنا ولينا كل متاكل ومذموم، عرفت معناتها مع حد ما عاد عاجبه حد شيء في القطاع، معناتها ديما تلقى ما تلقى روحك معناتها فما ضغط كبير من الشيرات الكل. كيفاش اليوم ينجم القطاع هذايا طالب باش ننسج على منوال الستوري تيلينغ تاعك اللي كنت تحكي فيه، يخدم خدمته رايد على روحه، يخدم خدمته كما يعبد، يقوم بدوره فقط لا اكثر ولا اقل. هو غير نعطيك معناها اذا كان احنا نشوفوا على مستوى الاعلام العمومي كل المؤسسات الاعلام العمومي تقريبا ما فيهمش رئيس مدير عام، الاذاعه مكلف، التلفزه مكلفه، وكل تونس افريقيا الانباء مفوض متصرف، لابريس مفوض متصرف، والقطاع والاعلام العمومي الاعلام المصادر ايضا دار الصباح شمس اف ام كاكتوس، معناها هذا على مستوى المؤسسات الاعلاميه اللي راجعه للدوله مباشره او بطريقه غير مباشره، ما فيهاش وضوح رؤيه، ما فيهاش مسؤولين قادرين وانهم تكون عندهم المصلحيات الكامله باش يتصرفوا في المؤسسات هذه. على مستوى القطاع الخاص واللي هو متكامل، ما ثماش اليوم تفرقه بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. سي ان بافيون تونيزيان، معناها الكل اعلام اعلام تونسي، الاعلام التونسي يعيش في مشاكل اول حاجه مشاكل هيكليه واقتصاديه. يعني الموديل ايكونوميك نتاع الاعلام في تونس في القطاع الخاص ايضا اللي ليفري على لويمام. معناها شنو تعيش؟ منيش نعيش؟ معناها اذا كان اذاعات تعيش فقط من الاشهار لانه المحتوى نتاعها مجاني.
اذا كان جرايد تعيش من الروسيت تاع لي فونت نتاعها من المبيعات وبالاشهار. دونك اذا كان مواقع الكترونيه باش تعيش فقط من الاشهار اللي ممكن تحصل عليه. اذا كان هل القطاع هذا مش منظم، ما ثماش دعم للاعلام بصفه عامه بغض النظر عن الاعلام الخاص والعام، راهو الحرب باش تكون حرب بقاء، وباش تكون لاكورس الوديمات في القطاع هذايا اللي يخلق دي ديريف كبار على مستوى المهمه نتاع الاعلام. نوليو نلوجوا على الكونتوني اشوك باش نرفعوا في عدد الترافيك على السيت وعلى المواقع ونجلبوا المستمعين، دونك تصير خروقات. ومن هنا تجي تذمرات نتاع القراء والمتابعين، ويقول لك شنو هو الاعلام هذايا، فاش قاعد يحكي، شنو هي الحكايات هذه، والاعلام معناها هابط، مستواه منحدر. ايه القطاع الكل راهو كي نقولوا الدعم راهو ضروري لاستمرار المؤسسات الاعلاميه هذه اللي هي كلها تقوم بدور نحبه ولا نكره اللي يساهم في الارتقاء بالذوق العام او بالنزول به، في التثقيف، في الاضافه او في الانحدار. دونك لهنا راي مهمه الدوله وانها تاطر هالقطاع هذايا وتعطيه الاليات من معناها المهنيه زاد ايضا لنورم بروفيسيونيل واحترام اخلاقيه المهنه تكون هي الضوابط المحدده، مع دعم القطاع ككل. لانه راهو دعم القطاع حتى في 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 سويسرا ولا في فرنسا ثم دعم غير مباشر او مباشر ايضا للمؤسسات الاعلاميه، رغم اللي ما ثماش، ما عادش موجود، ما عادش ثم معناها قطاع اعلام عمومي في العديد من الدول الحره. تقول لك وانه خويا القطاع الاعلام انا حررته ويتصرف، معناها هذه مش امانه اقتصاديه، اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، اوكي اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، لكن شكون باش يخلص الضريبه؟ اللي باش يخلص الضريبه هو المواطن، هو الاجيال، هي الاجيال اللي باش تربى على اعلام، يعني اعلام يؤدي في رساله خاطئه او اعلام يؤدي في رساله نبيله. هذا الفرق اللي باش يخلق ما بين معناها اون جينيراسيون مثقفه وواعيه اللي هي غدوه باش تقوم بدور في مسؤوليات اخرى في الدوله التونسيه او في او على مستوى القطاعات الاقتصاديه، او باش تخلق انت اجيال تخمم كان فقط في الهجره او في الانتحار او في معناها ثم مسؤوليه، ثم مسؤوليه مجتمعيه وثم رسائل يقوم بها الاعلام. اليوم اذا كان ما نوفرلوش معناها الاليات العمل اللي تخليه ينشط في الاطار هذايا ويخمم فقط كيفاش يعيش المؤسسه نتاعو كهو، رانا قاعدين ندمروا في اجيال، مش فقط ندمروا في مؤسسات اعلاميه. واضح السيد شكري بنصير احنا معاكم اتوكا في 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 هذا اللي التحقوا بنا الان، معناتها يظهر لي اليوم لا سيتواسيون واضحه. ونختم ممكن بالفرنسيه بالعنوان لا اون نتاع لا بريس اليوم مره اخرى، سو كي نو في مال اجوردي نو روندرا فور دومان، وهذه جمله مشكل لكم انتم للناس الكل طبعا. ان شاء الله غدوه نكونوا نعرف وضع صعيب على البلاد كلها، ان شاء الله غدوه نخرجوا منه وضع صعيب على البلاد، لكن ثم وضوح الرؤيه مهم، ثم قرارات ممكن ما تسحقش دعم. كيقول لك انا وقف العقل نتاع الاداءات تاع المؤسسه هذه لفتره معينه حتى لين نعاودوا تنتعش المؤسسه باش تكون قادره على خلاصه، راك ما عملت شيء. اذا كان انت تواصل في العقل باش يقف نشاط المؤسسه وماهيش باش تخلصك. معناها خلينا نكونوا معناها صادقين، هل في الاراده السياسيه موجوده؟ موجوده. تمسك بجريده لابريس من رئيس الجمهوريه ومن السيد رئيس الحكومه قال العديد من المرات، لكن في فعليا في الممارسه نلقاو كان الصد ونلقاو كان المشاكل ونلقاو كان التعطيل من الادارات الاخرى والتشبث بالحكم بالاعدام على المؤسسه هذه. شكرا لك شكري بنصير على حضورك معنا. سيد شكري بنصير ذاك ديريكتور دو لا ريداكسيون دي بوبليكاسيون تاع لا بريس سنيب، مدير تحرير
شكرا لكم، تحية لكم، حنتبعكم كل صباح من سنوات. هيدلاينز هذول اللي عمرها ما عرفش 11 سنة، وانا نقوم وكبنا نشأة اكسبريس اف ام وكتبنا عليها دونك يعني تاريخ المؤسسات وتاريخ البلاد موجود في جريدة لابليس وفي الارشيف نتاعها. Mais comme je l'ai dit, ce qui nous fait mal aujourd'hui nous rendra fort demain. Inch'Allah, en tout cas, nous avons fait la responsabilité à la pays, dans le monde, dans le monde. Il y a une اللي تقول تقريبا انا تقول معناتها الاوقات الصعيبه تخلق ناس قويين، الناس قويين يخلقوا اوقات اسهل او سهله، معناتها نوعا ما الاوقات السهله هذيك ممكن تخلق ناس ضعف وناس ضعف تخلق اوقات صعيبه وهكذا دواليك. فنحاولوا نكونوا احنا قويين، معناتها اليوم العالم الكل مش نحكيوني كان على تونس، معناتها مش مسهل علينا المأموريه، اوقات صعيبه خلقناها مهما كانت المقولة هذه المعنى نتاعها صحيح ولا مش صحيح. المهم اون شوز سيغ، احنا جينا في فترة صعيبة دونك لازمنا المؤسسة معناها عاشت الأزمات منذ بداياتها وتواصلت. هذيك أهمية نوع هذه من المؤسسات وتواصلت. معناها نعطيك على فكرة جريدة لابريس تأسست عام 1936 وعدات ثلاثة سنين في وضعية مالية صعبة باش لقات روحها في السوق، فكت بلاصتها في السوق. هي بدأت تتنفس وجات الحرب العالمية الثانية وقع مصادره جريده لابريس بقرار من هتلر، معناها من القوى النازيه دخلت وصادرت كل الاجراءات، دخلت كان ديباش تونيزيان وصادرت جريده لابريس لمده 6 اشهر حتى وفات الحمله نتاع الكومباني دو تونيزي وبانهزام معناها المانيا، وقالوا سي لابريس انتهت وفات ما عادش باش ترجع، ولكنها رجعت وحياة من أول جديد وعدت أزمات أخرين وعلى نسخسك على هذا معناتها لازم وقفة مع ذوما. أنا ديما أقول حتى بولادها وقت الكوفيد نتذكر في اعلام فرنسي وقتها وحتى اجنبي سلطوا الضوء على شركات اللي عمرها 100 سنه واكثر، وجابوا كما نقولوا تخوازيام جينيراسيون وكل يحكيوا نفس اللي كانت تحكي فيه كيفاش شركتهم عاشت عديد الازمات. شفتك الشركات لقى عندهم تاريخ كبير يبدا يقول لك ايه احنا عشنا حرب عالميه وعشنا يعني خاطر فمك التداول في الشركه هذيك ويقعد كل الارشيف وتقعد لو سافوار فير اللي ترانسمي دو بير ان في ولا دو بير ان فيس ولا دو مير ان فيس هو معناتها، وتقعد فمك حكايات هذوكم ويتعلموا منهم. فمهم ياسر معناتها المؤسسات هذه العريقه اللي عاشت هالفترات هذه الكل، وان شاء الله تكون فما تجاوزت ديما ان شاء الله تكون فما ايريتاج اون انترن هذا جوستومون ثم صمود داخلي وبفضل اولادها يعني كل الازمات اللي عاشتهم معناها قدرت على تجاوز الازمات هذه بفضل مثابره وجهود ابناء مؤسسه سنيب لابريس واولادها. وذلك اليوم لكل شخص ولكن قد ايه عددهم كل 240 معاه قد وبفضل دعم القراء اللي هما يقعدوا في الاخير معناها لوفري سوتيا معناها مش الدوله فقط. اليوم لي بوبليكاسيون الكل في الكل باش نحكي على الالكترونيك بالطبيعه قد ايه تقريبا النسخ لابريس اللي هي عندها اكثر نسبه مبيعات في تونس، احنا نبيعوا في فوق ال 15000 نسخة يوميا. كنا قبل في ال 120000 لابريس مش صحافة ايه لابريس، كنا في ال 120000 قبل ما يدخل الديجيتال وقبل ما توصل. كانت لابريس يعني هي الجريدة الأولى في تونس ولا زالت هي الجريدة الأولى في تونس بالنسبة للصحافة الفرنكوفونية. وعندها أكبر مداخيل إشهار بالنسبة للصحافة المكتوبة، لكن لي شارج نتاعها كثرت وخاصة معناها ارتفاع أسعار الورق والأزمة الكبيرة اللي سايرة في السوق نتاع الورق، يعني الارتفاع وصل حتى 300%، يعني هذاك الكل يخلينا نعيشوا العديد من المشاكل، لكن إن شاء الله بفضل الجهود أبنائها من عملاء وصحفيين وتقنيين وإداريين نتجاوزوا الأزمة هذه إذا كان ثم وضوح رؤية سياسية وثم إجراءات عملية لإنقاذ هذه المؤسسة والحفاظ على ديمومتها، لأنه كما قلنا عندها دور تاريخي وتقوم به وهي عبارة على متحف حي هذا مازال عايش في تونس، وعندها دور كمرفق إعلام عمومي يعدل السوق المشهد الإعلامي العمومي في تونس. ودونك إذاك علاش لابد من المحافظة عليها ولابد من إنقاذها. إن شاء الله ترجع بالألوان.
ترجع بالالوان بعد ما تنتهي ايام الغضب. علاش قلت لك ملخص لا ترجع بالالوان اللي يشوفوا في الصوره وما في بالهمش ولا ما شافوش الجريده بالبارح. هي تعبير عن الغضب وعن الحزن في نفس الوقت اللي قاعد يخيم لان وضعيات اليوم تشوف معناها ناس ما في وضعيه ماديه حرجه اللي كره مش خالص واللي ما ينجمش يعمل عمليه معناها ما ثماش تغطيه صحيه ما ثماش يعني وضعيه معناها كارثيه ما غير ممكن انها تتواصل وتستمر بالشكل هذا. شكرا لك السيد شكري بن سيرة حضورك معنا اليوم صباح تحيه ليك ولكل الزملاء في شكرا لك سي وسيم وشكرا على دعم اكسبريس اف ام لهذه القضيه النبيله اللي هي قضيه انقاذ شريط لابريس. شكرا لكم الكل شرف لنا بتبيع كما قلت سادة ترجع الألوان للبريس والصحافة ولبلادنا بصفة عامة. شكرا لكم الكل. شكرا شكرا جزيلا. أوقدوا معنا مواصلين في برنامجكم إكسبريسو.